بص يا شباب، هنبدا الاول عشان تبقى عارفين. انا مش هتكلم كله انجلش عشان ما يبقاش صعب عليكم. هنقول كده الحاجات الاول واحده للزيرو. انا مش هنركز فيها في الزودياكس خالص، مالهاش دعوه بالابراج، مش هيجي لك فيها. اللي ممكن يجي لك فيها اللي هي الصفات الشخصيه زي ما هيجي لك دلوقتي. نحل دلوقتي اول سؤال مثلا. يوسف امجد يحل معايا. My son is very he doesn't like working. هتبقى ليزي. ليزي، تمام. عشان he doesn't like working so he is lazy. طب عارف يعني ايه شاي يا استاذ يوسف؟ نعم، شاي يعني ايه شاي؟ خجول. خجول، تمام. طيب دلوقتي محمود جوده سامعني؟ ايوه يا مستر. تمام. الو احمد اشرف سامعني؟ تمام. انت بدات ولا لسه؟ مين اف دوت يا شباب؟ طيب هنقفل المايك تاني برضو، واللي انا هقول لك عليه يجاوب بعد اذنك. لسه انتوا بداتوا بالكم كتير؟ لا يا حبيبي لسه بادئ. تمام. يوسف انس بقى نمبر 2. دارا لافز جيفينج جيفتس. الو هيري، هتبقى ايه يا يوسف؟ دارا لافز جيفينج جيفتس. جيفتس معناها بريزنتس، هدايا. شي يبقى شي از فيري جينيروس ولا سيريوس؟ جينيروس. تمام، عشان جينيروس معناها كريم، انما سيريوس دي معناها جاده. بعدين هي بتحب تدي الهدايا فهتبقى جينيروس. احمد اشرف ممكن تقفل المايك يا احمد لحد ما اولاد تفتحه. تمام. دلوقتي معرفش اللي في اسمه احمد وحاطط سمايلي فيس دوت، ممكن اعرف اسمه احمد ايه؟ انا اسمي احمد حسام. احمد حسام، ماشي يا احمد. محمد ايه اللي بقى محمد لوحده دوت؟ محمد ايه؟ محمد محمد عبد العاطي. ماشي يا احمد، محمد عبد العاطي. طيب نمبر 3، يلا يا احمد يا اشرف. Our history teacher makes us laugh. He is funny ولا serious؟ funny. تمام. عشان funny معناه ايه؟ مرح. funny. خفيف. انما serious معناه جاد. تمام، شكرا يا احمد. طيب دلوقتي هناخد احمد حسام، يلا يا احمد. نمبر 4، منى helps us study. She is intelligent. تمام، هتبقى she is intelligent. عشان خاطر intelligent معناها ايه يا احمد؟ احمد حسام، على مستر انت في نمبر كام؟ احنا في نمبر 4 دلوقتي يا يوسف. منى helps us study. She is احمد حسام قال intelligent. intelligent معناها ذكي، فهو عشان كده هي بتساعدنا. طيب نمبر 5، يلا يا ملك يا ممدوح. Jane is good at art. Jane is good at art. She is creative. عشان انا دلوقتي احنا في نمبر 5 يا ملك. على ناس. She Jane is good at art. She is creative or bossy. Bossy. Creative means like making doing different things. Bossy giving orders. Creative يعني معناه مبدع، فبيحب يبدع في افكار وبيجيب افكار جديده. Bossy giving orders to them، يعني بيديهم اوامر، بيحب هتلاقي حتى جاي من كلمه بوس. بوس اللي هي معناها متسلط. تمام، اوكي. احمد please open your close your mic and don't answer again. Number 6، محمود جودة. My mom loves meeting new people. She is very friendly. Friendly, probably. Very good. Friendly, because she likes making new friends and she likes meeting new people, so she is friendly. Number 7, Halim. Dario always tells everyone what to do. He is quiet. Bossy, bravo. Very good. Bossy. It will be bossy. Number 8. The Pacific is Layla. Layla, can you hear me? Layla. Okay. Salma Sheikh. طب اوكي يا ليلى، يلا. نمبر 8، The Pacific is an ocean, a sea or an island.
The Pacific is an ocean. An ocean. Very good, Layla. Very good. Okay. Salma Shadi, number 9. There are a lot of trees in the forest. Forest. Very good. Forest. تمام. يا شباب لو في أي حاجة مش عارف أي حاجة هنتكلم فيها في الآخر. Okay. معاذ يلا معايا معاذ. Number 11. معاذ السيد. مش معاك. شغل المايك يا معاذ بعد إذنك. طب لحد ما معاذ يشتغل. محمد عبد العاطي. بس. يلا نمبر 10 يا محمد. That is in the middle of the sea. Iceland. Island. Very good. Island. It's called Island, not Iceland. Island. Okay. Island. Okay. معاذ يلا نمبر 12 يا معاذ. Which football team do you score, support, or won? Support. Support. Very good. يعني support يا معاذ بقى عشان كل يستفيد بيها. يشجع ويدعم. برافو عليك. تمام. اوكي. نختار مثلا احمد اشرف. يلا يا احمد. نمبر 13. Their team a goal at the last minute. Scored. Scored. Very good احمد. Scored. اوكي. حنين. My volleyball team the opponent. يعني opponent الاول يا حنين. يا حنين. اللي هو الخصم او المواجه. برافو عليك. The answer is beat. Beat. Very good. Very good حنين. Beat. Okay. ناخد يوسف. يوسف انس. ايوه يلا يوسف. مستر يعني ايه؟ I was angry because wait يوسف. بيت معناها عشان حد سأل يعني ايه بيت. بيت يعني يهزم. يعني الفريق بتاعي هزم الخصم. الفريق الفولي بول بتاعي هزم الخصم اللي كان قصاد. اوكي يوسف يلا يوسف بقى نمبر 15. I was angry because I lost the game. Very good. Lost the game. تمام. Lost هنا معناها ايه يوسف؟ يخسر. يخسر. تمام. اوكي. يخسر. Very good. اوكي. ملك محمد. لو عايز تجاوبي ممكن تشغلي المايك يا ملك. يوسف امجد. نمبر 16. My favorite team is الاهلي but my friend زمالك. Support. Supports. Very good. Very good. Supports. اوكي. نمبر 17. محمود جودة. We didn't score, so we the match. Lost. Lost. Very good. Okay, lost. Salma Shadi. Our school team. Space, the champion cup. One. Very good. One. Okay. Layla. Judo is a sport. Team or individual? Individual. Very good. يعني individual يا ليلى؟ ما بين اثنين. فردي. لعبة فردية بواحد واحد بيقابل واحد. برافو عليك. اوكي. مستر يعني individual تاني كده؟ individual معناها لعبة فردية يا احمد. يعني واحد بيقابل واحد زي الجودو زي الكاراتي دي التنس. واحد بيقابل واحد دي اسمها individual. تمام. اوكي. نمبر 20. Handball. ملك ممدوح يلا معانا. Handball is a sport. Team or individual? Team. Team sport. Very good. Okay. Team. Thank you. Muaz. Number 21. We don't have a, so we can't play tennis. I'm by. لا يا معاذ. Oh, it's a wrong answer. بص كده كويس على choices. We don't have. طب معناها نشوف معناهم كده في الأول. Racket يعني ايه؟ مضرب. مضرب. Umpire. يعني حكم بس. برافو عليك. Goal keeper. طيب. We don't have a. Racket. Racket. Very good. يبقى نقرا نحل براحة كده ونشوف ال choices كلها ونعرف معناهم عشان نعرف نختار صح. مستر نعم يا
معلش اصل المحاضرة كانت قطعت معايا في السؤال اللي قبليه، هو كانت تيم ولا individual؟ هتبقى تيم يا استاذ احمد عشان خاطر هاند بول دي لعبه جماعيه. اوكي انا عندي في اتنين هنا اسمهم محمد. هو احنا لنا استاذ يا واحده بس نقفل المايكات دي واحده بعدين اقول لكم اي اسئله هنخليها في الاخر. ماشي اوكي. في اتنين اسمهم محمد، محمد عبد العاطي واحد والتاني مش عارف محمد ايه. محمد انا محمد ابراهيم. محمد ابراهيم طب يلا يا محمد ابراهيم معايا بقى في نمبر 22. وي بلاي تنس ات ذا كورت. بس بلاش ننطق الار بقى اسمها كوت. كوت very good thank you. طب ايه الفرق يا محمد بين كوت والبلاي جراوند؟ البلاي جراوند الفوتبول. ايوه كرة التنس. برافو عليك. البيتش دوت اللي هو الجزء الاخضر اللي بيلعبوا عليه الكورة. اوكي ثانك يو محمد. اوكي سلمى شادي الحضري از ا فيموس جول كيبر. جول كيبر فيري جود. امال ريفري يعني ايه يا استاذه سلمى؟ ريفري يعني حكم. حكم بس حكم بتاع ايه؟ حكم كره القدم. تمام احسنتي كره القدم تمام. اوكي محمود جوده while playing tennis the stopped the game umpire. umpire very good. نقولنا بقى umpire اللي هو الحكم بتاع التنس وبتاع برضو الباسكت والريفري بتاع اي لعبه رياضيه ثانيه والكورت هو البلاكين اللي بيلعب فيه. اوكي يلا يا محمد عبد العاطي نمبر 25 we are of manchester united team players. تنفع players صح بس انت مش انت مش انت مش لاعب فيهم ما تلعبش مع مانشستر. supports supporters اللي هم المشجعين اللي بيحبوهم. اوكي يلا يا حنين نمبر 26 that is the planet where we live that is the place where we live sorry معلش the place where we live. حنين the planet. the planet أني واحدة يا حنين the first one the second one the third one or the fourth one the first one the first one طب the second one دي معناها ايه يا حنين اللي هي plant اللي هو زرع زرع النبات تمام او يزرع ك verb plane بقى اللي بعديها اللي هي the third one معناها ايه plane هو طيارة الطيارة plate اللي بعديها يعني طبق طبق صح وتنفع معناها صفائح برضه برافو عليك ثانك يو. اوكي ليلى نمبر 27 the of water is very dangerous species yes thank you. يعني species بقى يا ليلى species يعني مكان فيه ميه كتير. طيب هي species مش صح species معناها حتى ممكن اسال احمد حسام species يعني احمد يا حسام مش عارف. طيب ممكن نسال ملك ممدوح سبيشيز يعني ايه يا ملك؟ مش عارف. صباح الفل ماشي. ممكن نسال معاذ ارفع ماشي عشان معاذ رافع ايده. انواع مختلفه انواع او فصائل برافو عليك يا استاذ معاذ. طيب مش هينفع نقول بقى انواع الميه خطيره فهتبقى سبيشيز غلط. طيب خلاص هتبقى ممكن اسال كده الانسه ملك محمد ملك معايا سامعني؟ ملك سامعني؟ الصوت بيقطع يا ملك معلش. طب ممكن نسأل عاطف يا عاطف نمبر 27 that of water is very dangerous. لا بروتكت معناها يحمي فمش تنفع الاجابه دي. سبيسس سبيسس لا هتبقى كونتامينيشن. كونتامينيشن اللي هي معناها البولوشن اللي هي معناها التلوث فهي التلوث بتاع الميه ده حاجه خطيره جدا. مستر هو احنا علينا نحفظ الابراج
مستر ايوه يا مال هو احنا علينا ان احنا نحفظ الابراج احنا قلت في الاول ما ينفع مش هنحفظ الابراج بس الصفات الشخصيه بتاعت الابراج دي هنحفظها عادي طب اسم الابراج نفسها نحفظها لا انا قلت الابراج كلها لا بس انت الابراج دي بتاخدها كانفورميشن فور يور سيلف يعني معلومه لنفسك كده تاخدها تعرف اوكي في مشكله دلوقتي في الكلمات اللي عنده اي مشكله بقى في الكلمات انا ممكن اسمع بس ناخدها بالدور كده نسال مثلا احمد اشرف عندك مشكله في الكلمات يا احمد لا كنت منيش عايز تلوث خلاص ايوه بالظبط كده الاستاذ عاطف عندك اي مشكله في الكلمات لا تمام معاذ عندك مشكله في الكلمات يا معاذ معاذ طيب احمد حسين عندك مشكله في الكلمات لا كله تمام تمام مين اف بس اللي كاتب اف دوت ممكن اعرف اسمه ايه اني سالته قبل كده ما ردش عليا طيب محمود جود عندك اي سؤال في الكلمات لا تمام علي علي انت لسه داخل معانا فاكيد مش هتلحق شوف ركز معايا بقى في الجرامر حنين عندك اي سؤال في الكلمات لا ليلى لا ملك ممدوح ملك محمد لا ملك محمد عندك مشكله في الكلمات لا لا يا مس ما فيش تمام محمد محمد عبد العاطي محمد ابراهيم مستر طب انا قلت بس اسمهم عشان خاطر نمشي بالترتيب ماشي بالترتيب اهوت عشان خاطر بس ايه ما نتدخلش مع بعض اللي بيتكلم لو سمحت بس استنى اخلص اما اخلص هقول اللي عنده سؤال يرد على ملك محمد ابراهيم محمد عبد العاطي في مشكله لا محمد عبد العاطي اللي بيتكلم اتفضل يا محمد بلات اللي فوق دي معناها ايه؟ اني واحده اخر تشويس خالص اخر اختيار خالص بليت دي معناها طبق وممكن معناها صفائح بس خليها عندك طبق يعني ماشي ممكن معناها ايه يا مستر؟ الايه؟ بلات دي ممكن معناها ايه؟ بليت دي معناها طبق ممكن معناها صفائح زي الصفائح الارضيه الصفائح الدمويه كده اسمها بليت يا شباب ممكن حد يقول عنده سؤال؟ انا مين؟ عاطف قول يا عاطف عايز ايه عاطف في الكلمات رقم 26 مالها يا عاطف ذا نوت از ذا بليس وير وي ليف الاجابه هتبقى بلانيت الاولى يا عاطف اللي هي معناها كوكب معناها زي ما نقول مثلا ذا ايرث از ذا بلانيت وير وي ليف اللي هو الارض هو الكوكب اللي احنا عايشين فيه تمام احمد اشرف رفع ايدك في حاجه يا احمد عايز تسالها لا مفيش دوست غلط على البشره اوكي طب حد بقى يا اولاد او بنات عنده مشكله عايز اسال فيها في الكلمات قبل ما نخش على الجرامر لا يا مستر تمام شكرا نقفل بقى المايكات ثاني كده ونرجع نبدا بقى في ايه نحل في الجرامر مع بعض بس نقفل المايكات عشان خاطر الصوت ما تخشش مع بعض ماشي عاطف ماشي نقفل المايك بقى دي في الجرامر عندنا طبعا هو قريب جدا من الجرامر بتاع النيو هالو عندنا في البريزنت سيمبل في البريزنت كونتينوس في البروناونز اللي هي الضمائر زي السبجكت بروناون زي اي هي شي ات وي يو وذ اي وعندنا الاوبجكت بروناون بتاعتهم اللي هي ضمائر المفعول اللي زيها زي السبجكت بروناون بس دي كومز اب بيفور ذا فيرب ودي كومز افتر ذا فيرب يوسف ممكن بس اكمل وبعدين هرد عليه زي ما انت عايز في عندنا برضو السبجكت بروناون والاوبجكت بروناون في عندنا البوسيسيف ادجكتيف اللي هي الصفات الملكيه اللي هي لازم محتاجه بعديها اسم ده مول ذس از ماي بوك وعندنا برضو ضمائر الملكيه اللي ما يجيش بعديها اسم وعندنا البريزنت سيمبل والبريزنت كونتينوس وعندنا الباست سيمبل والباست كونتينوس اللي هو المضارع المستمر والمضارع البسيط والماضي المستمر والماضي البسيط وعندنا في الوحده الاخيره في ميني وماتش وتو ميني وتو ماتش والاوبوزيت بتاعتها اللي هي ا فيو و a little وعندنا enough و a lot of وفي المقارنه ده جرامر كله اللي عندنا تمام هنحل عليهم دلوقتي وبعد ما نخلص اللي عنده اي سؤال هنتناقش فيه طيب قبل ما نبدا كده كله ما سمعني كويس لو ما حدش سمعني بس يشغل المايك كده يقول لي انا مش سامع كويس انما اللي سامع خلاص ما يشغلش المايك مستر ممكن بس تركز على على منيو ماتش و lot of وكده حاضر ان انا حاضر بس نتاكد بس الناس كلها سامعه اللي مش سامعني بس اللي شغل المايك تمام كله كده سامع نبدا بقى من اول واحده بتشوز كده ناخد واحده يوسف انس رفع ايدك يا يوسف وات دو يو وانت عايز اجاوب
Okay, Yusuf. My father sometimes me to school. My father sometimes takes me to school. Very good. Takes me to school. Because my father is singular, عشان كده هياخد takes. Okay, فدماغنا نرفع ايدينا والله انا هختار كله. Okay, أحمد أشرف. What time Layla get up? Does. لا الكاميرات بعد اذنك يا شباب. حد يفتح الكاميرا بعد اذنك. هتبقى does تمام. Very good. Okay. عاطف. Number three. I rarely meet. Rarely هي نفسها hardly ever. انتوا خدتوها السنة اللي فاتت. هي معناها نادرا. Eat. Eat تمام. طيب ناخد أحمد حسام. Jane with us this week. أحمد حسام. Is staying. عشان بتكلم على الموقف بتاع this week only. Not it's not his habit. Okay. حاضر يا علي. دقيقة واحدة بس حاضر. ناخد حنين. I a really good book at the moment. I'm reading. Okay. هتبقى I am reading. ناخد ملك محمد. عادل shopping very often. مالك انا الصوت عندي بيقطع مش عارف ليه مش عارف المايك بتاعك انت الوحيد اللي بيقطع ركز كده حاول تاخد طرف حته قريبه من الانترنت شويه بنقفل المايكات يا جماعه بعد اذنكم مالك بس تفتح المايك عشان في ناس فاتحه المايك طيب ماشي انا مش سامع مالك فاعذرين روان على نمبر 6 يا روان عادل شوبينج فيري اوفن روان مش سامعاني طيب اوكي شاذ جو عادل جو شيرا المفروض معناها ان هو عادل مش بيروح يبقى جوز زي بقى يبقى جوز زي وفي عادل وفي اوفن يبقى doesn't go اوكي ماشي ان معناها بيروح الشوبينج قليل لا ممكن يكون معناها مش بيروح عشان لو بيروح هيبقى اقول عادل جوز مش جو ماشي اوكي علي عمرو نمبر 7 we never fried food نمبر 7 يا علي عاطف please turn off your mic ايه ليه في المايك يا عاطف ماشي ها علي سامعني علي مش سامعني طيب ناخد محمد اكرم Number 7 we never fried food. We never eat fried food. Eat تمام very good عشان دي present simple هتاخد معاها مع we يبقى we never eat. مش عارف تتكلم ليه يا استاذ علي. طيب خلاص تمام. ناخد ميار يلا يا ميار. Number 8 Joe a bath when the phone rang. Was having تمام. دي اللي هو انها حدثين بيكونوا شغالين في الماضي، واحد بيكون مستمر ويكون شغال وطويل، وحدث تاني بيجي بيقطعه. الحدث اللي بيكون شغال بنحطه في الباست كونتينوس اللي هي ووز وير والاي ان جي، والحدث اللي بيجي يقطعه يوقفه عن التكمله هو الباست سيمبل. طيب ناخد معاذ، يلا معاذ نمبر 9 clear the dinner while I was getting dressed. clear ميد. طب هو انا ما كلير عملت الغداء وقفتني عن لبسي في هدومي في ايه يا استاذ معاذ؟ ايه؟ كلير بتعمل الغداء وانا بلبس ايه اللي وقف الحدثين عن بعض؟ اللي هي بتعمل الغداء انا كنت رايح طيب يعني حدثين قطعوا بعض؟ لا مش حدثين ما قطعوش بعض كل واحد ماشي في اتجاه يبقى الاثنين هيكون بست كونتينوس عادي خالص اللي هي وايل Claire was making the dinner while I was getting dressed.
ركزوا يا شباب في النقطه دي معايا معاذ. لما يكون الحدثين ما قطعوش بعض يبقى كل واحد ماشي في حته، بنستخدم باست كونتينوس وباست كونتينوس عادي خالص. ماشي يا معاذ؟ طب ليه يا مستر؟ عشان الحدثين يا احمد ما قطعوش بعض. بص على الجمله اللي فوقيها، جو واز هافينج ا باث، يعني جو كان بياخد الشاور بتاعه وين ذا فون رانج، فلما التليفون بيرن مش هيكمل الشاور، فحدث قطع حدث. انما هنا كلير كان بتعمل العشاء وانا بلبس، مفيش حدثين قطعوا بعض، يعني هي بتعمل العشاء انا هوقف لبسي او العكس مش هيحصل. تمام؟ حسب المعنى. اهم حاجه المعنى، زي ما قلت لكم النهارده في الفصل كده، اهم حاجه المعنى. ممكن اجاوبه؟ طب حاضر، دي واحده بس عشان خاطر يبقى كله يجاوب. فاهمها يا معاذ الاول قبل ما نعدي النقطه دي؟ طيب اللي مش فاهمها يا اولاد يقول لي وانا اشرحها له تاني. نقفل المايك المايك يا احمد يا اشرف ومعاذ وروان. انا يا مستر مش فاهمها. مين؟ سلمى؟ وانا كمان يا مستر. طيب نعيدها تاني. بص يا شباب، لو انا دلوقتي عندي حدثين في الماضي، واحد ان انا مثلا كنت بقرا كتاب فبقول I read a book، وعندي حدث تاني اخويا بيتفرج على التلفزيون او بيسمع اغاني او بيلعب على الجيمز، الحدثين دول ممكن يكونوا الاثنين قطعوا بعض ولا ممكن ما قطعوش بعض خالص؟ في حد وقف حد التاني؟ لا مفيش حد وقف حد، فعشان كده الاثنين هيكونوا بس كونتينوس مع كلمه وايل. فبقول ايه؟ While I was reading my brother was watching TV or was playing games. فالحدثين ما قطعوش بعض، اهم حاجه الحدثين ما يكونوش قطعوا بعض. لو حدثين ما قطعوش بعض يبقى الاثنين بس كونتينوس ماضي مستمر. انما لو الحدثين قطعوا بعض ووقف في حدث وقف حدث عن ان هو يكتمل يبقى ساعتها بس كونتينوس وبس سيمبل. مش فاهم بقى اذنكم نقفل المايكات بعد اذنكم يا شباب عشان ما نقفلش على حد. طب مستر ممكن تدي مثال غير ده يعني؟ اه طيب انا مستر خلاص انا فهمت. تمام هندي مثال تاني، ده المثال اللي انا قلته كده. ندي مثال تاني خالص. مستر هو الامتحان هيبقى فيه ري رايت؟ هقول لك على كل نظام الامتحان حاضر بس نخلص اللي في ايدينا عشان بس ما ماشي ما يكونش في حاجه بس. أو I was reading while my brother was watching TV. هنا الحدثين اهوت، انا بقرا كتاب وفي الحدث الثاني ان اخويا بيتفرج. الحدثين دول ما ينفعش ان هم يوقفوا بعض، ما ينفعش ان انا اخويا بيكون بيتفرج على التلفزيون يوقفني عن القرايه، والعكس صحيح. فعشان كده الحدثين هيكونوا في الباست كونتينوس مع كلمه وايل، هيكون الاثنين في الباست كونتينوس، ادام ما فيش حدث وقف حدث ان هو يكتمل. تمام يا شباب؟ تمام. تمام يا مستر. محمد اكرم انت مش سامعني في المايك ليه؟ مش لا سامع، انا بقول لعلي مش سامع. لا ما احنا مش هنقعد نتكلم مع بعض هنا يا محمد. اوكي طيب نكمل التشويسز. ناخد علي عنده المايك مش شغال. اوكي ناخد شذا. نعم يا مستر. يلا يا شذا. نمبر 10 What was Fred doing when he over؟ Fall over. Fall, fall, falls. Fall over. Fall, fall دي المضارع يا شاذ، واحنا قلنا هنا في الحدثين بيقطعوا بعض بيكون الحدثين في الماضي، واحد ماضي مستمر والتاني ماضي بسيط. تبقى fall. Fall، تمام. طيب سمية حاتم. نمبر 11، سامعني يا سمية؟ اه معاك. طيب يلا نمبر 11 يا سمية. بوب اند اي فوتبول وين ات ستارتد رينينج. وير بلاينج. وير بلاينج، تمام. هنا حدث قطع حدث، هما كانوا بيلعبوا فده اللي كان مستمر، واللي وقفوا عن اللعب ان هي بدات الدنيا تمطر. طيب سلمى شادي. نمبر 12 ليز ووز واتشنج ا دي في دي وين هير فون رانج. رانج، تمام. اني واحده بقى؟ ذا فيرست، ذا سكند، ذا ثيرد.
The second one. The third date, the delta date, هي تبقى the best participle. Okay. Number 13. ناخد مثلا يوسف أمجد. مع يوسف؟ أه. Okay. While the spectators were cheering, he a goal. Scored a goal. The first is the second and the third. الأولى ولا الثانية ولا الثالثة يوسف؟ لحظة. الثالثة. الثالثة. سكورد عشان دي الماضي. تمام. ملك ممدوح. When she left the house, it. When she left the house, it was raining. Was raining. أحمد أشرف. While Jack. English, I was cooking lunch. وركز يا أستاذ أحمد فيها. Was studying. هنا بقى الحدثين إيه؟ ما تعوش بعض. عشان خاطر أنا بذاكر English. جاك بيذاكر English وأنا بطبخ. فما الحدثين ما تعوش بعض فيبقى الاثنين best continuous عادي فوق. طيب. اللي بعديها. محمد عبدو. هو كاتب عبدو محمد بس المفروض محمد عبدو. Ali has juice. Muhammad. Ish Muhammad. Ana. حضرتك يا محمد. Ali has. مين عبد محمد ده شباب؟ مش أنا. ماشي كمل يا محمد أنت محمد إبراهيم عبد. نمبر كام؟ إحنا في نمبر 16 دلوقتي يا يوسف. أنا مستر عبد الرحمن. اوكي ماشي طب محمد ابراهيم يحل لنا السؤال نمبر 16 الاول علي هاز جوز تو ماتش تو ماتش ليه بقى يا محمد ليه ما اخترناش تو ميني او ميني او افيو عشان جوز ده ايه يا محمد يا ابراهيم جوز دوت uncountable يعني uncountable يعني غير معدود ما بعرفش عده عشان ما بعرفش عده فاختار معاه كلمه ايه ماتش تمام طيب عبد الرحمن لو كان في ليتل كان ممكن ليتل تنفع معنا ليتل دي uncountable برضه بس ليتل احنا قلنا في الاول خالص ان ليتل الاوبزيت بتاع ماتش معناها كتير انما ليتل بمعناها قليل يلا عبد الرحمن نحل نمبر 17 يلا I don't have sugar so we need to buy Enough. طب ليه ما ينفعش ميني او تو ميني عشان الشجر مستر ما بيتعدش ايوه عشان الشجر انكاونتر ما بيتعدش تمام محمد اكرم يلا يا محمد هاو انيمالز ليف ان ذا ديزرت هاو ميني ميني عشان انيمالز ايه كاونتبل والكاونتبل بيتعد تمام طيب ناخد ليلى نمبر 19 الو علي سامع كده يا علي تمام بس في البال مايك واضح كده تمام my friend is like eating crisps انت قلت يا ليلى too much تمام عشان crisps بتعدي صح يا ليلى لا بس crisps بتعدي يا حاجه ليلى uncountable لا countable بتعدي crisps ما عشان لو ما بيتعديش يا ليلى كنا قلنا ليتل ما هو ينفع تو ماتش تنفع ليتل بس عشان خاطر ال طب هي يا مستر ما تنفعش نحط ليتل؟ لا ما هي غلط اصلا تو ماتش هتبقى تو ميني الاجابه الصح عشان كريسبس بيتعدي مستر طب ليه مش ينفع ليتل؟ عشان ليتل مع الحاجات اللي ما بتتعدش ما هو لو تو ماتش ما بيتعدش وليتل ما بيتعدش يبقى كريسبس ازاي اختارها؟ ما كريسبس بيتعدي تمام الكاونتبل يا اولاد هو له سنجلر وله بلورال له مفرد مستر هو الزبيب بيتعدى صح؟ ريزنز بيتعدى عشان ريزن ده مفرد ريزن هو والسينامون لا السينامون بيتعدى طيب نحل نمبر 20 يلا مستر ممكن سؤال؟ مين اللي بيتكلم في الاول؟ مستر مين؟ سلمى؟ مالك هو مستر هو ايه الفرق ما بين افيو وفيو مش عليكم يا سلمى انا قلت لكم فيها زياده بس هي مش عليكم دلوقتي ركزي في الحاجات اللي عليكم دلوقتي يا سلمى مالك انت مش سامعاني كويس مالك محمد انت مش سامعاني كويس انا ومالك مش سامعينك يا مستر عايز صوتك
مين بيتكلم مثل او كذا؟ والله انا كده اعلى حاجة لازق المايك في بقي اعمل اكتر من كده. حاضر ماشي. طيب نمبر 20 the shark swims than the penguin. نخلي علي يلا علي عشان ما تجيبش ولا واحد. فاستر. تمام فاستر. عشان نحط هنا بقارن بين حاجه وحاجه شيء وشيء حاجه واحده وحاجه واحده طيب وفي كلمه زان كمان فاختار فاستر. تمام طيب نعم يعني ايه بينجوين دي؟ بينجوين دي اللي هو معناه البطريق. البطريق؟ اه طيب ماشي. طيب ناخد محمد عبد العاطي. February is the month of the year. محمد عبد العاطي. محمد عبد العاطي. شورت. لو لا مش هينفع شورت يا محمد. في عندك ذا الأول. طيب نسمع الأستاذ محمود جود. Shortest عشان في ذا يبقى shortest على طول. تمام طيب هو كده بقى يا ولاد 9 دقايق. هو في اسئله ثانيه كوريكت وفي اسئله ريرايت وفي دايلوج وفي ترانسليشن ريرايت عشان خاطر بس ايه في شويه لو انا اعرفه لو نظام الامتحان. حاضر بس ايه في المايك بعد كل ايه في المايك بعد اذنك. حاضر كل ايه في المايك. تمام ايه في المايك روان لو فتح المايك ايه في المايك بعد اذنك. حاضر يا معز عاملكم تعزير بس عشان خاطر بس نعرفكم نظام الامتحان وبعدين نبدا ان احنا نحل مع بعض يعني. بص يا شباب اول حاجه في الامتحان هيجي لك دايلوج. دايلوج زي مثلا الدايلوج اللي بتقولوه في نيو هالو وزي الدايلوج اللي انا هعرضه لكم دلوقتي. هو مش نفس الدايلوج عشان خاطر في ناس هتعتقد ان هو نفس الدايلوج. مش نفس الدايلوج. دايلوج زي ده مثلا. ده دايلوج هيكون بالاثنين وفي كلمات ناقصه مره هتعمل سؤال مره هتعمل جواب وفي الاخر هتجمع فيه الاجابه بتاعتك. ده اول سؤال هيكون عندها. ثاني سؤال هيكون تشوز. تشوز هيجي لك 8 تشوز 4 على الكلمات و4 على الجرامر. 4 كلمات و4 على الجرامر. بعد كده يجي لك قطعه زي قطعه نيو هالو بالظبط. القطعه ديت عليها اسئله. الاسئله دي ممكن يجي لك زي نيو هالو سؤال وات دو يو ثينك او دو يو ثينك اند واي. لازم يبقى فيها كريتيكال ثينكينج تفكير نقدي. بيسالك عن تفكيرك انت اشوف تفكيرك انت عامل ايه. وممكن يجي لك كلمه تحتيها خط يقول لك الكلمه دي معناها ايه او عايده على ايه او الكلمه دي العكس بتاعها ايه. ممكن يجي لك كلمه يقول لك الاوبوزيت دي بتاعها ايه. لا لا اما اخلص يا يوسف بعد اذنك. اخلص يوسف واعمل زي ما انت عايز الاسئله بس اخلص الاول. ممكن يجي يقول لك مثلا وات از ذا مين ايديا اوف ذا باسج. ايه الفكره الرئيسيه. وات از ذا سوتبل تايتل العنوان المناسب. ده كله برده ممكن يجي لك زيه زي نيو هالو عادي. بعد كده هيجي لك ريرايت. اسئله ريرايت هيجي لك اربعه ريرايت زي الاسئله اللي انا عرضها لكم دلوقتي على البورد او على السكرين. ريرايت هتستخدم فيها الكلمه اللي موجوده بين قوسين هيجي لك اربعه ريرايت. اللي بعديها كوريكت هيجي لك اربعه كوريكت برضو. والكوريكت هيجي لك برضو على الجرامر بس. الكوريكت هيجي لك على الجرامر. والترانسليشن الترانسليشن هيجي لك واحده ترانسليشن بس مش اثنين. هيجي لك واحده زي دي مثلا كده ومش هي برضو عشان الناس ما تفتكرش ان هي تكون نفس الترانسليشن. هيجي لك واحده زي دي كده وانت تبدا تترجم. صوتي بيقطع. انت ترجمها عربي يا مستر؟ هقول لكم اللي انتوا عايزينه بس لما اخلص. مستر استنى بس عشان في ناس بتطلب الصوت بيقطع بعد اذنكم ما حدش يتكلم لما اخلص عشان نعرف نستفيد بس من الكلام. الصوت بيقطع كده كويس يا استاذ معز ولا لسه بيقطع؟ اه ماشي لسه كده كويس. تمام يا مستر الصوت كويس. اقفل المايكات بعد اذنكم. ماشي. ترانسليشن الترانسليشن بعديها هيجي لكم ترانسليشن زي دي بالظبط. يعني هتجي لك انجليزي وانت هتكتب العربي بتاعها مش هيجي لك العكس. واكيد انتوا في الفصول كلكم اتعودتوا عليه. تاني اخر حاجه بقى هيجي لكم باراجراف. الباراجراف زي نيو هالو هيجي لك باراجراف هتكتب 80 كلمه. شوف اولى اعدادي 80 كلمه. هيجي لكم برده في الكلمات 80 كلمه. الامتحان هيكون في نفس الورقه. الامتحان هيكون في نفس الورقه. عشان كده هو سايب لكم مسافه للباراجراف. شذا سميه وسلمى بعد اذنكم ما حدش يكتب حاجه على الشات. طيب اللي عنده سؤال بس يرفع ايده في الشات وانا هخليه يجاوب ويسال زي ما هو عايز. محمد اكرم انت رافع ايدك عندك سؤال؟
لا مفيش كنت رافعها. تمام يا احمد اشرف عندك سؤال اتفضل. لا بعد اذنكم عايز يتكلم يرفع ايده بس يعمل ريز هاند كده وانا هخليه يجاوب بالترتيب كده اتفضل يا احمد. هو الترجمه كان ممكن تيجي كلمات من بره المنهج ولا الكلمات اللي علينا؟ لا في كلمات تجي لك اكيد هجي لك من بره لان الترجمه دي معتمده على التخمين فانت حاول تخمن المعنى عن طريق فهمك للقطعه اللي انت موجود فيها. طب هي الكلمه اللي هي بعد هاز دي معناها greatly جاي من كلمه great يعني بطريقه عظيمه بطريقه كبيره. ماشي ماشي شكرا يا احمد. محمد اتفضل يا محمد. مستر يعني ايه كلمه فول؟ يعني ايه كلمه ايه؟ فول اللي احنا كنا مهلنا في الاختيارات دلوقتي؟ فول معناها يقع والمادي بتاعها فين؟ يقع؟ يقع. طيب يقع. شكرا شذا اتفضل يا شذا. ومستر هيجي لنا كام قطعه في التمثيلات عشان هي واحده بس يا شذا هي واحده بس هيجي لكم واحده دي. طب هي عليها كام درجه يا مستر؟ مش مهم تعرف الدرجات اللي معاك في ورقه الامتحان ان شاء الله. ماشي مستر. طب دي واحده بس مش كده رفع دي مالك ممدوح اتفضلي يا مالك. مستر هو في الديالوج هيجي لنا ان احنا نجيب كلمه ولا جمله ولا لا جمله عادي يا مالك جمله. طيب وفي الري رايت هتبقى كم جمله؟ اربعه ري رايت يا مالك. تمام شكرا. تمام شكرا. عبد الرحمن اتفضل. يا مستر هو في الديالوج هيجيب لنا نص لو هو عايز سؤال لجملة هنكتب السؤال كامل ولا كلمة زي في النيو هالو؟ لا جملة سؤال كامل يا أستاذ عبد الرحمن والإجابة كاملة كاملة خالص مفيش مش تكتب كلمة واحدة بس سؤال كامل. ماشي مستر. تمام شكرا يا عبد الرحمن. طيب يا شباب حد عنده أي سؤال عشان خاطر الوقت هيفصل مننا قبل ما أقفل؟ مستر مين؟ يوسف اتفضل يوسف. هو احنا الباجوف هنكتبه فين؟ يعني جوه الورقة ازاي؟ هيبقى في مكان يعني كبير قوي؟ ان شاء الله في سايب لكم مكان بس حاول تظبط خطك كده ان شاء الله الله يعينك. طيب شاذة بسرعه يلا اخر سؤال يلا يا شاذة. لا مستر غصب عني غصب عني. حد عنده سؤال بس؟ مستر نعم يا محمد. لازم اجيب ورقه خارجيه ولا جاي؟ لا يا محمد قلت الامتحان يبقى بنفس الورقه يا محمد. ماشي مستر. طب الترانسليشن هيبقى له مكان؟ كل حاجه لها مكان ان شاء الله الله يعينك. طب يا مستر هو الباراجراف هيكون من المنهج؟ ايه؟ الباراجراف الموضوع بتاعها هيكون من المنهج ولا من المنهج او من عموم هيبقى باراجراف سهل هتعرف تكتبه كلكم ان شاء الله. طب مستر هو الباراجراف هيبقى كام جمله؟ انا قلت 80 كلمه يا احمد زي نيو هالو بالظبط. شكرا يا شباب. مستر احنا علينا ان احنا نحفظ الابراج؟ لا والله انا قلت اول البرودكاست البس بتاعنا قلنا مفيش مش هتحفظ الابراج احفظ بس الصفات الشخصيه. شكرا شكرا يا شباب وبالتوفيق ان شاء الله رب العالمين. شكرا. السلام عليكم. تمام السلام عليكم. وعليكم السلام.